أصدقائي، حبيت أسولف لكم اليوم فيديو كلش حلو. طبعا هذا الفيديو خاص بالناس اللي عايشين بألمانيا، وإذا أنتم كنتوا عايشين بالعراق أو بسوريا فخبروا أصدقائكم وقولوا لهم أكو مشكلة صايرة بألمانيا للاجئين، ودزوا لهم هذا الفيديو راح يفتهمون إن شاء الله. الفيديو هو أكو هنا عندنا حزب اسمه FPD، هو الحزب الليبرالي بألمانيا. استعمل المادة أرتيكل 13 أرتيكل غايتسن وسأل بيها الحكومة الألمانية على شغلات، راح أقول لكم هسه شنو هاي الشغلات. طبعا هنا عندنا اللاجئين اللي هم السوريين والعراقيين، هذول عندهم هنا مشكلة صايرة. يعني هذول هنا السوريين والعراقيين من يجون لهنا لألمانيا طبعا يظلون هنا 3 سنوات يطوهم إقامة، ورا 3 سنوات يطوهم بعدها ما 3 سنوات إقامة تجديد، أكو بيهم يطوهم سنة أكو بيهم يرجعوهم. طبعا أنا من الناس اللي بطل السنوات. فأكو البنف، هذا هو المحكمة، هو هذا اللي قرر بكل شيء. فأكو ناس ديزولهم بوستات للبيت، هذا البوست بس يجيك للبيت مكتوب بيه تعال نريد نسوي ياك المحكمة مرة ثانية، فلا تخافون من هالشي. أقول لكم ليش. فهذا FPD الحزب الألماني سأل البرلمان، قال لهم ليش دي تطون للناس مستمرين 3 سنوات. قال لهم أكو ناس، يعني بالأخص خاصة والعراقيين والسوريين، العراقيين قال لهم إن ذولا دي يرجعون لازم ترجعهم للعراق، لأن الحرب بالعراق خالصة وبسوريا أكو مناطق هم خالصة، فلازم ترجعوهم. ليش دي تطوهم إقامات مستمرة؟ شنو السبب؟ ليش ما ترجعوهم؟ فالبامف اللي هو المحكمة قال لهم أنا ما لي علاقة بهالشي، أنا عندي 3 شغلات خاصة أهتم بيها بس، ما أهتم إنه هذا بلده خالصة الحرب أو ما خالصة. ما يهتمون بالأسباب اللي مكتوبة بالورقة أول ما أجي حجاها، لأن هسه هم عندهم هواي شغل وما يقدرون يحققون ويا الجميع. يعني يدزوا لهم هذا البوست البريد ويقولوا له تعالوا نحقق وياك وتعالوا نحقق وياك، ما يقدرون. فهم دي يحققون بس ب3 شغلات، اللي هي أول شغلة هي الجرائم. الجرائم إذا كنت أنت مغتصب وحدة أو سارق محل كبير أو قاتل واحد أو داعم واحد وقاتله أو كذا، هاي أول شغلة. الشغلة الثانية هي اللي هي تزوير الجنسية، يعني أكو هنا لاجئين أفغانيين وأكو لاجئين سوريين وعراقيين، هواية طبعا جنسيات، هي خاصة كل الجنسيات بس هم خاصة العراقيين والسوريين بالأخص بهذا الكلام حسب ما قريت أنا بالجرائد الألمانية. مكتوب انه اكو عراقيين اول ما اجوا قالوا احنا سوريين، لان بالبداية كانت السوريين ياخذون اقامة بسرعة، فلذلك يعني هذا سبب من اسباب الرجعة، يرجعوك اذا طلعت انت مزور. اكو سوريين قالوا احنا عراقيين، اكو عراقيين قالوا احنا سوريين، اكو افغانيين قالوا احنا سوريين وعراقيين، هذول همات، هذا سبب من الرجعة. السبب الثالث احنا قلنا الجرائم وقلنا التزوير، السبب الثالث هو السفر من بلدك. يعني اكو عراقيين، اذا انتم العراقيين مسافرين لبلدكم يعني راجعين للعراق، شايفين اهلكم زيارة وراجعين، فهذا سبب لكم انهم يرجعوكم البام في المحكمة. او اكو بيهم سوريين رايحين سوريا زيارة وراجعين قشق، يعني الانتربول الشرطة الدولية هي راح تخبر البام في المحكمة وتقول لهم، هذول راح يعرفون ويرجعوكم. فهسه صارت عندنا 3 أسباب، هو أول سبب هو المحكمة يعني يرجعوكم إذا عرفوا بيكم، إذا مزورين الجنسية مالتكم. هاي الناس دي تباولي تضحك علي بس أنا ما أسوي مونتاج أخليه مستمر. إذا عرفوا بيكم مسافرين بلدكم للعراق أو سوريا، هذا السبب من أسباب الرجعة. وإذا مسوي جريمة مغتصب أو قاتل أو بايق محل كبير أو كذا، هذا سبب من الرجعة. وإذا مزور الجنسية مالتك، هذا سبب من الرجعة. طبعا اكو هواي ناس اعرفهم عراقيين وانا متاكد راح تروح اقامتهم، لان ذولا هم زوروا مالتهم الجنسيه قالوا احنا سوريين، واكو ناس راحوا للعراق الاربيل ورجعوا، هذول هم راح يرجعوهم. فاصدقائي انتم لا تخافون، اذا واحد يعني ما رايح للعراق وراجع، ما رايح السوري وراجع، ما مزور جنسيته، ما مسوي جريمه، ما مبايق، ما هذا، فهذا ما لك علاقة. يعني أنت ما راح تأذي، ما راح تتأثر بأي شيء. يجيك البوست البغيف يعني البريد من الدولة، تروح وتحكي وكل عادي وترجع لبيتك وكل اعتيادي، ويعطوك 3 سنين إن شاء الله، والله يفتحها بوجهك وطريقك الله يفتحها وبالعافية عليكم. أكو شغلة بعد وحدة بس ردت أنبهكم بيها، اللي هي أكو ناس هواية تقول لي أنت دا تكذب بالفيديوهات مال الهجرة. أنا ما دا أكذب أصدقائي، هاي كلها الشغلات صاروا وياي حقيقية، بس هسه مثل ما دا تشوفوني دا أصور وباوع، لأن أنت من الصور تستحي تقوم الناس تباوع لك، فيصير عندك خجل
وخوف، لان الناس تباوع لك، من تخلي الكاميرا قبالك وتحكي بيها الناس قم كلها تباوع لك، فتخجل تستحي هواي. بس انا مستمر ان شاء الله، ما خايف وما عندي اي شيء، وكل الفيديوهات حقيقه بدي اسويها. وانا حبيت ابدي قناتي بهذه الفيديوهات، فيديوهات حلوه اللي هي حياتي صارت وياي، للناس اللي تريد تجي لاوروبا، للناس الجاي لاوروبا يجوز تسمع هذا الفيديوهات وتشوفها جزء تكيف، تقول لك هذا صايره وياي وصايره وياي وهيك، كلها صايره وياي حقيقه. وانا ما راح ابقى بهاي الفيديوهات، انا راح اصور لكم كل شيء بالمانيا. شنو تردوا بس قولوا لي، مصطفى اريد هيك، اريد هيك، اصور لنا هاي المنطقه، اصور لنا كذا كذا، كلها اصورها ان شاء الله. مستمر، وانا مستمر كل سبت انزل لكم حلقه، مرات على الهجره، مرات منوع، ويمكن كل اربعاء ما تنزل لكم. فانتوا بس سووا لي مشاركات وعلقوا لي، اعطوني اراءكم، اهم شيء بكلامي، بطريقه تصرفي بفيديو، شلون مالت الفيديو. طبعا مرات اكو اضاءه زينه، مرات لا، اليوم طلع عندنا الشمس. وبعدين اذا وصلنا القناه 100,000 مشاركه اطلعكم بالهليكوبتر ان شاء الله. تحياتي لكم، مصطفى من المانيا، سلام.